قبل الفاصل معلش اتفضل. الفكره اللي انا عايز اقولها يا كابتن معلش، انت ما بتلعبش نفسك برضو. انت في كره القدم ما بتلعبش الكلام اللي بنقوله ده امن دفاعي عشان لو ما جبتش اجوان، انت ما بتلعبش نفسك، انت بتلعب فرقه عندها امكانيات وهيجي لها فرص. المباراه ما بين فرقتين، فرقه عندها انت عندك امكانيات وقدرات، والفرقه الثانيه برضو مش ميح عندها امكانيات وقدرات، وارد جدا ان هي تجيب اهداف تسجل اهداف، ده طبيعي. وما فيش فرقه في العالم ما بيخش فيها جوال، فطبيعي انك هيجي فيك جول، طبيعي عادي جدا على فكره. في كره القدم بتلعب فرقه جايبه 33 جول في تقريبا 16 او 20 ماتش تقريبا، يعني مش كده يا كابتن؟ تقريبا يعني معنى ايه؟ ان وارد جدا يسجل اهداف، فالطبيعي انا لما الاقي فرقه زي دي بالامكانيات دي لما يجي لي فرص لازم اسجلها عشان عندي هناك في هيبقى في مشكله الناحيه الثانيه. هو انت النهارده انت بتلعب فرقه عندها مهاره وعندها سرعه وعندها سرعه تحول من الدفاع للهجوم، مش طبيعي ان انا بضيع خمس ست فرص ويجي فيها جول اقول انت ما وقفتش صح ليه؟ لا الطبيعي ان انا اقول انت ما جبتش جول ليه؟ يا بلال هو الموضوع شائك. طيب. بص يا ايمن عشان بس برضه انا قبل ما انت تطلع فاصل، الموضوع شائك. طيب. وزي ما علاء هي منظومه فرقه مظبوط، لا انت معنى ان هم هيجي لهم فرص ان انا برضو كنادي اهلي او كنادي كبير ان يخش فيها ثلاث اهداف بسهوله ويضيع عليا ثلاث اربع انفرادات، لا ما هو برضو انا ما بقاش انا واي فرقه عالميه بعد الثلاث اجوال خلاص المباراه يعني طبعا كلنا متفقين طبعا على الكلام، بس هو حته الشده حته الزعل، احنا طبعا متضايقين ان الفرقه كسبت ان الفرقه خسرت، لان احنا كنا منتظرين بعد العرض صراحه النادي الاهلي قدم عرض جيد النهارده، ولكن يعني على المستوى الدفاعي كان في اخطاء ساذجه كلفتنا خساره المباراه.